الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال محافظ البنك المركزي في العراق مصطفى غالب إن حذف الأصفار من العملة مشروع سابق مقدم من البنك المركزي ويتطلب تعديلات ويحتاج إلى تشريع قانون. وأضاف غالب أن البنك المركزي ضمن سلسلة العملات يعمل على إكمال فئة جديدة من فئة 20,000 دينار، مشيرا إلى أن البنك خفض سعر الفائدة على القروض المقدمة لتمويل المشاريع في مبادراته. ولفت غالب إلى أن البنك يعمل على تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال، مؤكدا أن تطبيق هذه المعايير يحتاج إلى إرادة سياسية. قال مصرف الرافدين إنه استثنى الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية الذين تم ترويج معاملات سلفهم سابقا من الإيقاف مؤقتا. ودعا المصرف لمراجعة فروع المصرف لاستكمال معاملاتهم واستلام مبلغ السلفة. وأضاف المصرف أن إيقاف استلام معاملات السلف مؤقتا الغرض منه إعادة ترتيب متطلبات عمل الفروع من حيث استكمال إنجاز المعاملات السابقة والتي مضى عليها فترة ولم يتم حسمها. وأوضح المصرف أن المصرف وجه الفروع باستحصال الأقساط الشهرية من المستلفين والتنسيق المستمر مع دوائرهم، مشيرا إلى أنه سيعاود استئناف العمل باستقبال طلبات منح السلف بعدما ينتهي من ذلك قريبا. رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2022 من 3.7% إلى 5.4%. وتوقعت المنظمة أن يحقق الاقتصاد التركي العام المقبل نموا يصل إلى 3%، فيما توقعت أن تستقر نسبة التضخم خلال 2022 عند حدود 71%. وأشار التقرير إلى أن الحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وتوقعت أن تتجاوز نسب الفائدة لدى غالبية البنوك المركزية الكبرى 4% العام المقبل، وهو ما يحتاجه الاقتصاد التركي. قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الحرب في أوكرانيا ستكلف الاقتصاد العالمي 2,800,000,000,000,000 دولار من الناتج الاقتصادي المهدر بحلول العام المقبل. وبحسب التقرير الذي أصدرته المنظمة، فإنها كانت تتوقع نموا عالميا بنسبة 4.5% في عام 2022 و 3.2% في عام 2023، لتتحول توقعاتها بعد اندلاع الحرب ليصل إلى ما نسبته 3% هذا العام و 2.2% العام المقبل، ما يعني أن اقتصاد العالم يتباطأ أكثر مما كان متوقعا. ويعز التقرير هذا التراجع إلى تضاعف تكلفة الغاز في أوروبا 10 مرات، مؤكدا أن العالم وأوروبا على وجه الخصوص يتحملون تكلفة الحرب في أوكرانيا، والعديد من الاقتصادات ستواجه شتاء صعبا. سجلت أسعار النفط في تعاملاتها اليوم ارتفاعا مستفيدة من تراجع الدولار، وارتفعت العقود الآجلة للخام برنت لتصل إلى 84 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتصل إلى 77 دولار للبرميل، فيما انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو دولارين للبرميل في تعاملات يوم أمس. ويرجع الخبراء هذا التراجع إلى حد كبير لتراجع قوة الدولار الأمريكي. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام موجز، إلى اللقاء.